هذه الجولة الرابعة والخامسة أنا ما أعتقد. تخفيض الجفالي شارع عمر بن الخطاب وليس عمر المختار. هذه كلهن عليهن خصم 50% أو 30%، يعني هو جديد، هذا مو مستخدم لكن يسمونه سوء استخدام، يعني ما خزنه زين. مثلا هذا جاه موية، شوف سكاي ممتاز هذا جدا، طقم كامل، بس لازم تنتبه هل هو لثنيوم ولا لا. فهذا عشان كذا انصح انا بالكهرب دائما. هاي ممتازة الصراحة، عجبتني، كبيرة وثقيلة. الشنطة هذه ما ادري ايش فيها، دريل ممتاز جدا، هذا من فخوة، يعني كله رخيص. هذا بعد عليه عروض، هذه كلها عليها عروض 30%. هذا لي هدايا اخذت منهم، هذا اللي بعد عليه عروض، بخاخ بوية ممتاز. هذا شوف هذا بروفيشنال، يعني خط انتاج يتحمل الضغط العالي، فيه نوع ما يجي بروفيشنال، لكن هذا شوف ما شاء الله حجم كبير بالحيل وثقيل. وهذا برضو هذا ما فيه اعتقد بروفيشنال، لكنه مكتوب 500 واط وراس فرار، مو هو القديم. هذا طبعا هدايا، هذه هدية، والدريل هذا عليه تخفيض. هذولي بعد، هذا صاروخ ممتاز، هذا بروفيشنال. شوف هذه مو لثنيوم، عادية، بطارية عادية، لكن تقدر تخليها متصلة. شوف هذه كلها عليها، ما ادري وش ذا، ماني تشوف هنا، ممتاز جدا صراحة. هذا برضو رخيص، هذا شخوف هواء بوش خفيف بالحيل. بيك ستوب، ما ادري وش ذا صراحة، غريب صراحة الوانه، حتى عجيبة. هنغاري، اغلبهم هنغاري. هذا زي ما قلت بروفيشنال، يعني مميز، ممتاز جدا، حجم كبير، لكن ما ادري شو الصناعة. هذا برضه عليه تخفيض، هذه جزرة العشب، هذه يدوي، قص يدوي، هذا يجي شحن، تقدر تركب له انت. صناعة الألماني مكتوب، ميدل روسيا، زين. وهذه تيجي مع هدية، هذه تيجي هدية مع عيش مستمر. هذا برضه حق العشب، هذا الكارشر حق الضغط ماء، كلها عليه تخفيض. وهذه كبيرة بالحيل، هذه آخر قطعة. عنده دريل زي ما قلت، هذا صاروخ برضه ممتاز، هذا دريل، هذا حديد. شوف انتبه، في حديد وفي عادي اللي هو فرار نفس هذا. هذا مو لثينيوم، لكن تقدر تسوي بطريقة تشبك الكهرباء يصير على طول. هذا غريب صراحة، يعني شكله غريب وعجيب، ما أدري وشو. نفس الشيء هذا، شوف شلون مسكته غريبة، يعني هذا يضغط كله، هذا كله. وهذا برضه شوف كيف شكله، هذا كله عليها خصم، هم 50% ولا 60. هذا حق الهواء ممتاز، عليه طلب. هذا برضه هم كمبرسنات، لكن مو هذا عندهم بشكل، كل شهر ينزلون بضاعة، كل شهر ينزلون بضاعة. لو ضغطت عليه بيجيك هذا الموقع، كل الصور والتعليقات وكل شيء، وسهل جدا. حتى يقولك هنا، وين هنا اتصال ما اتصال، بس احنا نبي اتجاهات. شوف هنا عشان اللي بيجون بحث ثاني بطريقة ثانية، المربع الملز، مصلحة قريب، مصلحة الجمارك، البريد السعودي، عند سنان بن مقرن، بلال بن سالم، على طريق عمر بن الخطاب، نصر بن غانم، هو بالمنطقة هذه. شوف اسمه الرسمي طلع، أو عند مجموعة شاكر. أي سؤال أنا حاضر.